أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. أظهرت دراسة أجرتها كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين أن إنتاجية الموظف العراقي هي 17 دقيقة فقط يوميا بسبب الفساد الحكومي وتدخل الأحزاب في العمل الإداري. أكدت الدراسة أن انقطاع التيار الكهربائي بعد شمول الدوائر بالقطع المبرمج يجعل الموظفين يتجمعون في الممرات والساحات. بيّنت الدراسة أن العراق بأمس الحاجة إلى زيادة الإنتاجية وعدد ساعات التشغيل للنهوض بالواقع الاقتصادي والوصول إلى مصافي الدول المتقدمة وتحقيق موارد تقيه من العجز، مؤكدة أن زيادة العطل تؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين والمشاريع والأعمال التي تحتاج إلى موافقات الدوائر الرسمية. قال مسؤول بهيئة التقاعد في العراق إن وزارة المالية لم تمول حتى الآن رواتب المتقاعدين. أضاف المسؤول أن المصارف الحكومية والأهلية التي تقوم بصرف رواتب المتقاعدين لم تستلم حصصها من رواتب المتقاعدين لتوزيعها في المواعيد المحددة. يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الحالي بعد إجازات رأس السنة الميلادية على أن يتم صرفها في المواعيد المحددة، وهو ما تأخر معه صرف الرواتب. قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله اللطيفي إن تجارة إيران مع العراق خلال النصف الأخير من العام الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار. أكد اللطيفي أن تجارة بلاده مع العراق زادت خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بنسبة 25% على أساس سنوي لتحل في المرتبة الثانية بعد الصين، حيث بلغت صادرات إيران للعراق ما يقارب 9.5 مليون طن بقيمة حوالي 4 مليارات دولار. وعلى الرغم من الحصار المفروض على إيران، فإن البيانات الرسمية تفيد بأن صادراتها لدول الجوار زادت خلال العام المنقضي. ارتفعت أسعار النفط قبيل الاجتماع المتوقع لكبار المنتجين من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا إلى 79.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل. ويعزو المراقبون زيادة الأسعار إلى التزام الدول المصدرة للنفط بخطط زيادة الإمدادات في شباط القادم، حيث من المرجح أن تزيد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا. تجاوزت شركة أبل الأمريكية العتبة الرمزية البالغة 3 آلاف مليار دولار في بورصة ناسداك الأمريكية، وتعتبر الزيادة التي حققتها شركة البرمجيات العملاقة الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية، حيث استطاعت الشركة تحقيق زيادة في قيمة أسهمها 10 أضعاف قيمتها، حيث تجاوز سعر السهم 2988 مليار دولار، وهو السعر الأعلى منذ رحيل مؤسسها ستيف جوبز. وعلى الرغم من أن الإنجاز لم يدم سوى بضع ثوان قبل أن تتراجع القيمة قليلا، إلا أن المحللين يرونه إنجازا غير مسبوق. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
هذا كان ما لدينا من أخبار الاقتصاد لهذا اليوم، دمتم بخير إلى اللقاء.